مشاهدينا الكرام، حياكم الله واهلا ومرحبا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامجكم الاسبوعي عين على حضرموت. من مديرية غيل بوزير شرقا كنا معكم في حلقة الاسبوع الماضي. اليوم من غرب حضرموت، تحديدا من مديرية بروم ميفع. خصصنا حلقة اليوم للحديث عن اوضاع هذه المديرية وهموم مواطنيها، ومن ثم مناقشة كل ذلك مع قيادة السلطة المحلية في المديرية. ضيفنا هو الدكتور خالد حسن الجوهي، مدير عام مديرية بروم ميفع. دكتور خالد، أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا بكم، نرحب في هذا اليوم بالأخوة الزملاء في قناة الغد المشرق. أهلا وسهلا بكم، وشكرا على تحملكم هذا العناء لتزوروا هذه المديرية وتتلمسوا أوضاعها عن قرب، فأهلا وسهلا بكم. دكتور خالد، قبل النقاش معك كنا في الشارع، استطلعنا أرى عدد من المواطنين عن معاناتهم ومشاكلهم، أيضا مشاكل المديرية بشكل عام. نستمع سويا إلى آراء المواطنين ثم نعود للحديث معك. مشاهدينا الكرام، فاصل، نستمع لهذا الاستطلاع القصير ثم نعود إليك. والله وضع المينا وضع ما يعيبشي، لأن عن الصيادين عنهم مشاكل كثيرة، عن تعطي المويه مثلا ضروري من مرسى، ضروري من صيانه الخاصه او شيء عشان صيانه القوارب للصيادين في وقت الخريف وقت المويه، الصيادين يتعترون ما يقدرون ينزلون طول، يضطرون يروحون المكلا بحر او يروحون الدحس، ما يدرون شيء، عندهم يعني مشاكل صعب عليهم نزالهم. ارجو من الحكومه ومن الدوله ومن السلطات القائمه على هذا الوضع ان احنا تنظر للصيادين حقنا. عن الكهرباء لم تصل الا الى بروم فقط، يعني من المحافظه، وهذا صراحه يعني شيء يعني في غاية الأسف، يعني المفروض أنها تكون هذه المناطق يعني الموجودة فيها الكهرباء، الناس يحتاجوا الكهرباء، ولذلك ما مشاريع المياه، يعني ما في مشروع مياه يعني في أغلب المناطق، تفتقر المناطق هذه تفتقر إلى العديد من مشاريع المياه. مدينة بروم عاصمة المديرية، أبرز احتياجاتها في الجانب الصحي هو ترفيع المركز الصحي إلى مستشفى ريفي يلبي احتياجات الناس ويقدم خدمات أيضا في ظل تردي الوضع الصحي. أصبح مطلب ضروري بأن يترفع المركز الصحي إلى مستشفى ريفي أو إلى مركز طوارئ مديرية أو مركز طوارئ توليدية. لا نحتاج صرف صحي أخي المجاري، وهذا بقى عندنا بهدل الشوارع كلها من المجاري والمنظمات كما ماشي يوصلنا يا أخي من مواد غذائية، هذا المنظمات كلها ماشي يوصل المديرية، لا وادي الحمدين ولا ده. والله مديرية برو ميفا تحتاج أول مرة قبل كل شيء الأعمال، الأشياء قدامكم الآن، المجاري تشوفوه بعينكم، المجاري قدامكم الآن، البلاد يعني رايحة في داهية، نحن كل يوم في نامس في أمراض من قضاء هذه الأوساخ يعني، والسلطة تشوفه بعينها يعني وساكتة عن هذا، كيف نعمل نحن كمواطنين تعابة في هذا المكان؟ نقول كيف ما في حكومة، العمل موجود وكل شيء موجود الحمد لله، كل شيء تمام، لكن والأسعار عندنا يعني أسعار غالية، أسعار باهتة جدا، يعني الشعب تعبان، تحتاج إلى فلسة باصات، تحتاج إلى ضرائب، الضرائب الموجودة في المديرية ضرائب مكتملة، مصانع موجودة لا تسير شيء منها المديرية، بطالة موجودة، شباب بلا عمل جالسين، بحاجة المديرية إلى توظيف الشباب هذا. مشاهدينا الكرام، أهلا بكم من جديد. دكتور خالد، إذا مثل ما استمعنا إلى آراء المواطنين، تحدثوا عن كثير من القضايا والمشاكل التي تعاني منها مديرية بروم ميفع بشكل عام. تحدثوا عن جانب الكهرباء، صيحصة وغيضة البهيج، أيضا ميفع، ظلومة، وادي المحمديين، هذه مناطق لا توجد فيها كهرباء. متى سيرى أهالي هذه المناطق النور أو نور الكهرباء دكتور خالد؟ مديرية بروم ميفع تنقصها العديد من الخدمات، ومن ضمنها تأتي موضوع الكهرباء. في عندنا الخدمات في الماء، الصرف الصحي، في جانب الصحة، في جانب التعليم، والكهرباء جزء لا يتجزأ من هذه الإشكاليات. المديرية مديرية مترامية الأطراف، من أكثر المديريات في ساحل حضرموت مساحة سكانا، وعندما تكون المساحة أكبر والسكان أكثر وبالتالي تكون لك التركز السكاني كثير،
تجمعات سكانية مختلفة. إذا هؤلاء كلهم لديهم مطالب ويطلبون مننا خدمات. خدمة الكهرباء لم تدخل المديرية إلا في لسنوات قريبة دخل فيها في عاصمة المديرية وهي بورون. والخطة أن تمتد خدمة التيار الكهربائي من بروم العاصمة إلى بقية المناطق الأخرى. لكن عندنا في إشكالية فيما يتعلق بالخط الناقل للتيار الكهربائي. في عندنا لو تنظرون هذه غرفة، غرفة الشقين، هذه غرفة يفترض أن تكون فيها محطة توليدية لكنها لم تصل إلى حد الآن، وفي هناك تواصل. عندما نستطيع أن نوصل هذه المحطة إلى منطقة الشقين تصبح لدينا طاقة كهربائية نستطيع من خلالها أن نوصل هذه الخدمة إلى أبعد مدى. تم هناك مشروع ربط الأسلاك والأعمدة تم مدها إلى ميفع. الآن إيش الدور المطلوب؟ هو فقط زيادة الطاقة التوليدية عندنا. فعندما تأتي هذه المحطة نستطيع أن نربط بقية المناطق. في دراسة موجودة بهذا الخصوص؟ إنشاء محطة مثلا توليدية؟ المشروع عندما اعتمد بربط بروم بتيار كهربائي أيام المحافظ عبد القادر هلال أنه كان في بروم مينا، وبالتالي ما دام أنه فيه بيكون مينا استراتيجي في المستقبل، إذا لابد من ربط المنطقة بتيار كهربائي قوي يستطيع أن يلبي الاحتياجات. وبعد متابعات تم إيصال الكيبل الأرضي، هو تقريبا متميز على مستوى المحافظة، إلى هذه المنطقة. بقيت عند في جزء لا يتجزأ من هذا التيار ومن هذا المشروع، وهو المحطة التي يجب أن توجد هنا، ولكن لم تكن موجودة، وبالتالي ربطوا مباشرة التيار الكهربائي من المنطقة الموجودة في الإذاعة. هذا المكلة قصدك؟ في فوة في الإذاعة. الآن مشروع الكهرباء تقريبا نقول 80% من المشروع بربط المناطق المديرية مستكمل. بروم فيها تيار كهرباء مربوط بتيار كهربائي، ظلومة، صحصة، غط البهيش إلى ميفع مربوطة. إيش اللي تم الآن؟ تم ربطها بالتيار الكهربائي من خلال مدها بالأسلاك، ولكن لا نستطيع أن نربط التيار مباشرة ما لم تكن عندنا طاقة كهربائية تستطيع أن تصل هذا التيار إلى هذه المناطق البعيدة. إذن المرحلة هذه نحن تواصلنا، آخر اجتماع كان مع طرحنا مع قيادة السلطة في المحافظة، مع المحافظ، مع الأمين العام، أيضا مع وزير النفط الدكتور سعيد الشماسي، وفي ضوء أخضر تقريبا قد جاء من وزير الكهرباء بأنه قد تعهد بأن المحطة هذه اللي في الشقين سوف نقوم بتوفيرها. فإذا توفرت المحطة في الشقين معناها تقريبا تشغيل بقية المناطق، يعني أيوة، وبالتالي ممكن ربط المناطق هذه. فنقول نبشر هؤلاء الناس أو نطمنهم، نعطيهم أمل بأنه سوف يتم حل هذه المشكلة قريبا، يعني بمجرد إن شاء الله بمجرد أن تصل هذه المحطة سوف تتم الإجراءات الهندسية الفنية لربط هذه المناطق. جميل. في أحد المواطنين تحدث عن موقع الإنزال السمكي يحتاج إلى ترتيب، يحتاج إلى مرسى أيضا، تدخلاتكم في هذا الجانب؟ مشاريع الإنزال السمكي في المديرية عندنا مشروعين، مشروع في منطقة حصيحصة، وهذا المشروع كان هو بتمويل من الجي آي زد، وبالتالي المشروع تم الأولويات والدراسات لهذا المشروع، وأعطيت ووفرت كل الوثائق المتعلقة بالمشروع. سوف يكون مشروع سمكي مهم يخدم المنطقة بدرجة كبيرة، وهو من أهم المشاريع السمكية على مستوى المحافظة في حصيحصة. الآن فقط منتظرين إنزال المناقصة. مشروع سمكي آخر في مدينة بروم نفسها، وهذا على صندوق الأشغال، وزارة مكتب ذات الأشغال، وآخر تواصل معهم أنه في الأيام في هذا العام إن شاء الله سوف يقومون بعملية الترتيبات النهائية لمشروع الإنزال السمكي في بروم، وهو مشروع أيضا مهم واستراتيجي سوف يقدم خدمة كبيرة لفئة الصيادين. وسوف أيضا يكون هناك إضافة إلى هذا المشروع أيضا كاسر الأمواج، بمعنى أنه هذا المشروع سوف يلبي الاحتياجات الضرورية للصيادين، سوف يقدم خدمة متطورة جدا فيما يتعلق بخدمة هذه الفئة من المجتمع. طيب جانب الصحة، هناك مطالبات من المواطنين بترفيع المركز الصحي إلى مستشفى
عام داخل مديرية بروم ميفع؟ المركز الصحي عندنا مراكز صحية، عندنا مركز صحي في ميفع، مركز صحي في بروم، مركز صحي في وادي المحندين. المركز الصحي اللي في بروم موجود الآن، سوف أو لدينا مشروع الآن إن شاء الله نقول خلال الأيام القادمة، في عندنا غرفتين للعمليات والطوارئ التوليدية داخل المديرية. هذه الغرفتين عندما تبنى سوف تقدم خدمة كبيرة للمواطنين، وبالتالي سوف تكون مفتوحة على مدار الساعة. هذا المشروع كان بتمويل مشترك من المحافظة ومن من وزارة النفط، على اعتبار المحافظة تقوم ببناء الغرفتين ووزارة النفط تقوم بعملية التجهيزات وما يتعلق بالتأثيث. والآن سوف تجرى المناقصة قريب، وعندما سوف تترفع نوعا ما أكثر من مركز صحي، ثم تأتي تطويرها في المستقبل إلى مستشفى ريفي. طيب دكتور خالد، جانب الصحة، التعليم، المياه، ما هي تدخلات السلطة المحلية في هذه القطاعات؟ سنستمع للإجابة منك بعد فاصل قصير، سميحك عذرا. مشاهدينا الكرام، فاصل قصير ثم نعود للحديث معكم، أبقوا معنا. مشاهدينا الكرام، عدنا لكم من جديد. دكتور خالد، كنت قبل الفاصل قد سألتك عن الصحة، التعليم، المياه، ما هي تدخلات السلطة المحلية في هذه الجوانب خلال العام المنصرم 2022؟ التدخلات في هذا الجانب تدخلات مستمرة، وسوف تظل في المستقبل أيضا تدخل دائم ومستمر، لأن هذا من ضمن الاحتياجات المهمة. التربية والتعليم والصحة من ضمن الخدمات التي تولي السلطة المحلية في المديرية لها اهتماما خاصا. عندنا مجموعة من المجمعات التعليمية، سواء كان في بروم عندنا مجمعين، في ميفع كذلك، إضافة إلى المدارس المنتشرة في أرجاء المديرية. المطالب كثيرة، الصعوبات كثيرة، ولكن نحن كسلطة محلية نحاول قدر الإمكان أن نلبي الاحتياجات في الجانب التعليمي من خلال بناء الفصول الدراسية، الانتقال للمناطق النائية اللي ما عندهم مدارس والذين يتنقلون من مكان لآخر ويقطعون مسافات طويلة. في تدخلات في منطقة ميفع لبناء فصلين دراسيين خلال الأشهر هذه القليلة، بذلك بتمويل من منظمة ائتلاف الخير. أيضا سوف يكون هناك ترميم لعدد من المدارس على مستوى المديرية. سوف يكون لدينا قبل أيام يوم الثلاثاء الماضي زارنا مدير عام مكتب التربية والتعليم ساحل حضرموت الأستاذ أمين بعباد، وطرحنا عليه مجموعة كبيرة من المطالب ومجموعة كبيرة من الإشكاليات التي يعاني منها الجانب التربي والتعليمي، من ضمنها الروضة الحكومية الموجودة في بروم والتي هي تقريبا في طور التشطيب النهائي، وسوف إن شاء الله أقول في بداية العام سوف تفتح. أيضا طرحنا عليه إشكالية كبيرة تعاني منها المدارس، وليس فقط مدارس المديرية بل مدارس المحافظة، وهي نقص في الكتاب المدرسي. وطرحنا عليه أيضا كذلك المختبرات، معامل الكمبيوتر والمختبرات العلمية في المدارس. فكل هذه الجوانب ضمن اهتمامنا المستقبلي، نحن أن نريد أن نطور في مستوى وفي نوعية التعليم. إضافة نبني مدارس، إذا لابد أن نوفر البيئة المناسبة لهذا التعليم، الوسائل التعليمية، توفير الكادر، تأهيل الكادر. فهذا في عندكم اكتفاء في جانب المعلمين؟ في لا، المعلمين في نقص كبير، ونحن تقريبا الآن في المراحل الأخيرة تم الاعتماد على المتعاقدين بدرجة كبيرة. التعليم والصحة دائما من ضمن مرفقين مهمين، أنه ما يمكن الاستغناء عن الكادر، لأنه في إقبال على التعليم كل عام، معناه فصل دراسي بيبدأ، معناه لابد توفر كادر، وبالتالي الاحتياج مستمر. لكن بحكم ظروف الحرب ولا توجد هناك وظائف، معتمدين فقط في المحافظة، تعتمد على ضخ مجموعة من التعاقدات على مستوى المديريات، ومديريتها كان ضمن المديريات. طيب التي موضوع المياه والصرف الصحي أيضا؟ موضوع المياه، المديرية تعتمد على مشاريع المياه تقريبا معظمها مشاريع أهلية، ما عدا مشروع واحد معنا في حصيحصة، هذا هو المشروع الأول، والآن تم مده إلى منطقة ظلومة. في ميفع مشروع أهلي ولكنه مرتبط مع مؤسسة المياه والصرف الصحي.
لما تنظر إلى وادي المحمديين، إلى بروم، إلى ظلومة، كلها عبارة عن مشاريع أهلية، معنا آبار وخزانات، وهذه تشكل عبء على السلطة في المديرية في المحافظة، معنا أنه دائما فيما يتعلق بالديزل تبحث لهم عن ديزل مدعوم. لكن إذا ارتبطت هذه المشاريع المياه مع مؤسسة المياه والصرف الصحي، معناه أنه سوف تكون مرتبطة مباشرة مع مؤسسة حكومية. وسوف لماذا طيب ما يتم ربطها؟ إيش الإشكالية؟ عدم ربطها قد يكون نوعية المشروع نفسه وسياسة المؤسسة نفسها ما يتعلق بتعاملها مع مشاريع المياه. نحن نسعى الآن في مشروع عندنا مستقبلي، يعني يأتي من حصيصة إلى ظلومة، سوف يأتي إلى بروم، سوف تحل هذه الإشكالية. حكومي؟ أي حكومي. جميل. طيب الصرف الصحي؟ الصرف الصحي قلت لك هذه مشكلة تعاني منها معظم، تقريبا ما عندنا منظومة صرف صحي في المديرية إلا في عاصمة المديرية، وهو مشروع صرف صحي متهالك بني من حوالي الثمانينات. ما في تحديث بعد هذا؟ الآن نحن قمنا بالتنسيق مع السلطة في المحافظة لإعادة تأهيل شبكة الصرف الصحي في مدينة بروم. نحن نعاني من إشكالية يوميا الطفح البيارات بشكل مستمر، وبالتالي أصبح يشكل لدينا مشكلة قد تؤدي في المستقبل إلى أمراض إلى كارثة بيئية وصحية. طرحنا الموضوع على المحافظة، وأنا أول مباشرة في أول أسابيع من حوالي استلمت في هذه السلطة في المديرية، مباشرة خرجنا ناس مهندسين من المياه والصرف الصحي، عملوا لنا دراسة وبحثنا عن تمويل. الآن الدراسة في طور الانتهاء، وسوف تجرى إن شاء الله بإذن الله المناقصة خلال الأيام القادمة. المناطق الثانية في ميفع الآن أيضا في عندهم مشكلة في الصرف الصحي، طلبنا من المياه خروج مهندسين فنزلوا وعملوا دراسات وسلموهم حتى الموقع الخاص بالصرف الصحي. منطقة السفان نفسها فيها شبكة صحي، لكن المناطق الأخرى في ميفع ليست فيها، في عندهم مشكلة. مشكلة البيارات هذه أدت إلى انهيارات في التربة، إلى ممكن تضرر البيوت من تسرب هذا الماء، وكان دائما يتم التواصل بالتنسيق مع اللجنة المجتمعية في ميفع، يذهبون لإيجاد بوز شفط المياه العادمة هذه للصرف الصحي. وإن شاء الله نقول في الأشهر القادمة، لأن الدراسات موجودة، سوف يتم إعداد شبكة صرف صحي متكاملة لمنطقة ميفع. جميل. غيط البهيش من ضمن المناطق المرتبطة ضمن المديرية، أيضا عندهم مشروع ماء أهلي، مشروع كهرباء أهلي، لكن مشروع صرف صحي غير موجود. وبالتالي طلبت أنا من مجموعة من شبابنا، قلنا ممكن نعمل دراسة أولية لعمل شبكة صرف صحي لهذه المنطقة. لكن الأمانة نقول، طب تدخلات المنظمات في هذا الجانب؟ ما في الدولية. تدخل ما يتعلق بالمنظمات الدولية في البنى التحتية بشكل كبير ومؤثر. التدخلات غالبا ما تأتي عبارة عن إسعافات أولية، ممكن يتدخل لك في مثلا في بروم الإتلاف الخير تدخلوا تصفية مجموعة بيارات، ولكن قلنا أنها التدخلات هذه البطيئة الإسعافية غير ناجعة وغير ولا ولا ولا, ولا تفيدنا على المدى البعيد. فبالتالي لابد من إصلاحات كبيرة. ما في نحن طرحنا حقيقة مع مجموعة من المنظمات، لابد من التدخل الكبير والمباشر في مشاريع بنية تحتية، وليست فقط عبارة عن مشاريع إسعافية. جميل. طيب بالحديث عن الحالة الأمنية، بروم ميفع تعتبر البوابة الغربية لحضرموت، كيف هي الحالة الأمنية في مديرية بروم ميفع، خصوصا بعد تدخلات أو دعم الأشقاء في دولة الإمارات لمنظومة الأمن داخل المديرية؟ مديرية بروم ميفع من المديريات زي ما أشرت لك، مديريات مترامية، مساحة جغرافية على شريط ساحلي طويل، عرضة لعمليات التهريب. القطاع الأمني عندنا على نوعين، الجيش عندنا معسكر الحمراء، الأخوة في معسكر الحمراء، عندنا لواء بارشيد، حفر السواحل، عندنا نقطة عندكم قريبنا في منطقة الشموسة، عندنا أيضا الأمن والشرطة. فقمت أنا تواصلت مع قادة هذه المعسكرات ومع مدير أمن المديرية، قلنا لهم نريد أن يكون لدينا اجتماعات دورية ومستمرة من أجل
في تنسيق غرفة عمليات؟ تنسيق أمني، يجب أن يكون هناك تنسيق أمني بين جميع هذه التشكيلات العسكرية سواء كان من جيش أو أمن وشرطة. يجب أن يكون هناك التعاون، يجب أن يكون التنسيق، تبادل المعلومة، لأننا كلنا في الأخير نقع في مكان واحد وفي سفينة واحدة. يجب الجميع أن ينسق مع الآخر، يعطي المديرية صعبة أمنيا لأنها بحكم المساحة الجغرافية الكبيرة وبحكم أنها مديرية حدودية مع محافظات أخرى مثل محافظة شبوة، وأيضا بوابة تعتبر وبوابة غربية للمحافظة. فالأمن إذا استقرار الأمن في المديرية معناها استقرار الأمن في المحافظة والعكس. فكان هناك تجاوب كبير، وأنا حاولت قدر الإمكان أن نخلق بيئة أمنية يسودها التعاون والتآلف والتكاتف. يجب على الجميع أن يشعر بمسؤوليته. تنسيق موجود؟ تنسيق الحمد لله التنسيق موجود على أعلى مستويات، على مستوى القادة، على مستوى الجنود، على مستوى تبادل المعلومة. فالجانب الأمني مهم، ما بيكون لك استثمار إلا بعد الاستقرار الأمني. الحمد لله المديرية مستقرة أمنيا بحكم التعاون والتنسيق مع الجميع القوات من أمن وجيش. تبقى عندنا مسألة كيفية تأمين المديرية من عملية التهريب ومكافحة التهريب ومروجي المخدرات على مستوى المديرية. وبالتالي تم التنسيق مع مكتب المكافحة بالمحافظة، وتم اجتماع قبل أيام مع العقيد عبد الله الأحمدي، وعقد اجتماع في المديرية ولهذا مدير مكافحة المخدرات في المحافظة، وتم الاتفاق على إنشاء مركز لمكافحة المخدرات سوف يكون في منطقة ميفا. هذا المركز عندما يتم إنشاؤه إن شاء الله سوف يكون لبنة أساسية في عملية ضبط السواحل من أي اختلالات أمنية. طيب أشرت في سياق حديثك أنه وجود الأمن يجذب الاستثمار، هل في مشاريع استثمارية في مديرية بروم ميفا، وإيش هو نوع هذه المشاريع؟ مديرية بروم ميفا تتميز بأنها هي كبيئة، بيئة جاذبة للاستثمار لوجود عوامل أو مقومات الاستثمار عندنا، سواء كان الاستثمار السياحي بحكم المديرية لديها شريط ساحلي طويل وشواطئ أو على مستوى التعدين، المديرية غنية بمواردها المعدنية. فهذه أيضاً في المشاريع السمكية، في مشاريع الآن موجودة؟ أيوة، في مجموعة مشاريع. أنا حقيقة بعد استلامي مباشرة قمت بعملية استطلاع ومسح وحصر لجميع المشاريع الاستثمارية اللي عندي في المديرية، فأحاول الآن أرتب مواضيع هذا الاستثمار، الاتفاقيات، التنظيم، كيف تكون هذه المشاريع تحافظ على البيئة، تحافظ على قضية العمالة اللي عندنا. فالآن نحن نهيئ هذا الجانب. في مشاريع كانت هناك عندنا مشروع الرمال السوداء، أعتقد أنها شركة مصرية، وفي شركة صينية أيضا، ولكن الشركتين هذه توقفت. في عندنا مجموعة من الكسارات والمحاجر، جانب الأسماك والغاز، في مجال الغاز في عندنا مصنع في ميفع التعبئة للغاز. المشاريع عندنا مشاريع الثروة السمكية، الاستثمار السمكي، عندنا مصنع العمودي، وفي عندنا حوالي مشروع آخر الآن في عملية المستثمرين بدأ يتقدم. هنا نريد أن نوجه رسالة للأخوة المستثمرين أن المديرية واعدة، وأن السلطة بالمديرية سوف توفر كل الدعم والمساندة المطلوبة مننا، ونوجه أيضا الحالة الأمنية مستقرة. أيوه. في المديرية طالما أنه الجانب الأمني مستقر، ما طالما أنه أن المديرية غنية فيها ثروات وفيها بيئة استثمارية مناسبة للاستثمار. الرسالة الأخرى وجهها للأشخاص الذين هم من سابق قاموا بحجز مجموعة من المساحات الاستثمارية، نقول عليكم أن تأتوا للسلطة، تعرضوا ما معكم من وثائق من أجل أن تبدأون في هذه الأعمال الاستثمارية. لأنه بعد فترة عندما نرى أن هؤلاء غير أنه نحن نبحث عن الاستثمار الجاد، تعطى لك قطعة أرض تقوم باستثمارها، تعطى لك فترة زمنية، لكن أن تحجز مكان معين في أماكن محجوزة؟ في مناطق عندنا محجوزة، والآن نحن في طور متابعة هذا ونقوم بإجراءات معينة، لأن إذا لم يأتي هذا المستثمر ويقوم باستثماره إذا سوف تعطى لمستثمر آخر جاد. جميل، أشكرك.
جزيل الشكر دكتور خالد الجوهي مدير عام مديرية بروم ميفع، والشكر موصول لكم أنتم مشاهدين الكرام على حسن وطيب وكرم المتابعة. حتى حلقات أخرى، مواضيع أخرى من برنامج عين على حضرموت، دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.